غياب مختلف عندنا كمان في ترند كان على تويتر، واحد الاخبار اللي كانت يعني ترند في 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 تويتر، وهو ايضا غياب احد الخادمات الفلبينيه من عند اسره سعوديه رحلت الى بلدها بعد تقريبا 29 عام من الخدمه، وتربتهم وكبرتهم. وقالت يعني الاهم من اهم الامور اللي حدثت في تويتر لما قالت هذه الخادمه ما راح اروح بلدي الا لما عبد الرحمن يتزوج، وعبد الرحمن رد بتغريده. خلونا نشوف هذه التغريدات مع بعض ونستعرضها عشان تتضح الصوره اكثر للمشاهدين. طبعا بعد 29 سنه خدمه قررت الغاليه انها الرحيل والرجوع الى الفلبين، وكانت تقول دائما بتروح عبد الرحمن واروح اتزوج عبد الرحمن واروح الفلبين، وشكرا على كل شيء قد فعلتيه من اجلنا، حتما سنزورك مع ابنائي باذن الله. وهذا طبعا كان رد عبد الرحمن لكلام ابن الله. اذن الله هي نفسها يا جماعه، نفسها تفرق في القواعد. في القواعد لما يكون في قبل لفظ الجلاله مكسور كسره تكون الله، غير كذا تكون مغلط الله. اي نو، بس هي طلعت كذا معايا. اوكي، بس مو نفسها يعني. هي طلعت كذا معايا يا جماعه، لا تدققوا. عموما طبعا يعني قد ايش ممكن الاشخاص يتاثروا خصوصا بالعشره الطويله، اذا تكلمنا 29 سنه ابدا ما هي قليله، فاكيد طبعا رحلت وتركت في قلوبهم الكثير من الحزن. ان شاء الله يروحوا ويزوروها. حسيت بالرمج جسر المحبه، ايش في لميا؟ والله ترى الكثير في قلوبهم. والله ترى شيء موقف ترى مره يزعل. محزن، ما خليتي محزن. انا اقول لك حاجه، انت من الناس اللي تاثروا بسرعه جدا. والله انا تاثرت بالكلام على فكره، والله حتى بمجرد الكلام وما عشت الموقف فعلا تاثرت. فتخيل اذا انا عشت هذا الموقف، ما اعرف ايش ممكن يصير فيا. ممكن تفتقدوني في ساعات شباب. اوفر. لا اوفر.